بس وطبان ابراهيم اسئله الاب سبعاوي اسئله استفزازيه ما نقبل لا منها ولا منكم. سيد رئيس الهيئة أنا ما سألت أسئلة استفزازية ولا أبغي استفزاز. شلون ما سألت يا أنت؟ لا لأن هي السيدة قالت ملاحق أنا أدري بي هو ما ملاحق وخصوصا عندما كنت أنا مدير مخابرات ودا أقدم وقائع أنه هو ما ملاحق ها والدليل بالملف الأمامك أكو برقيتين هو داز لي برقيات تهنئة موجودة بالملف مالك. يلا اسأل سؤالك هسه. وهو انه انا ماذا استفزها ولا استفز دقيقة 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 يا مشتكية دقيقة. زين عبد الرحمن بريد الجبوري تعرفه او ما تعرفه؟ كان من اصدقاء السيد طالب الشيل. عبد الرحمن من؟ بريد الجبوري. شنو علاقته بموضوع الجريمة؟ موضوع لا مو أنا أريد أثبت أنه هو ما ملاحق فبس أريد أسألها تعرفه لو ما تعرفه لهذا الشخص اللي هو صديق لا 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 المحكمة هو صديق زوجها المحكمة ما توجه هذا إذا سيادة القاضي ما رح نصل المحكمة النتيجة المحكمة ما توجه هذا السؤال ما رح نصل النتيجة لأن سؤال ما منتج ما له علاقة بموضوع لا منتج تدري ليش؟ نعم خليها بالمقالعة مالتك ها؟ خليها بالمقالعة إذا ما تريد تخليني أسأل ما باخذ اللي فات خلاص سريع خلاص استريح استريح. أي أنتوا عندكم شيء؟